السلام عليكم. اليوم بما أننا على أبواب عيد الأضحى عملت لكم كتف خروف مشوي بالفرن بطريقة تخليه يصبح رطب مثل الزبدة، وكيف ما نعرفه مذاق اللحم في أول أسبوع يكون قوي، لكن بهذه الطريقة مذاقه سيصبح خفيف لذيذ ورائع. وسترون أيضا كيفية تحضير صلصة مطاعم رائعة بطريقة بسيطة جدا. فقبل أن نبدأ الفيديو، أهم شيء أنكم توضعوا إعجاب للفيديو وتشاهدوا الفيديو للآخر. ولو كنتم أول مرة تحضروا معنا على القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة. فكيف ما تشاهدوا اللحم يصبح رطب 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 جدا. فمن غير ما نطول عليكم ومن غير ما نشهيكم، خلونا نبدأ الفيديو على بركة الله. فأول شيء سنحتاج إلى كتف خروف، أو يمكنكم أيضا استخدام الفخذ أو استخدام أي جزء. هذه الطريقة جيدة للفخذ وللكتف أيضا. ثم سأستعمل هنا أضلع الخروف أيضا. فأول شيء نأخذ سكين ونوضع ثقوب. هذا ثقوب لماذا؟ هذا ثقوب ستساعدنا على إدخال تتبيلة إلى اللحم من الداخل، وهكذا نقوم بتقليل جهد اللحم، لأننا كيف ما نعرفه في الأول اللحم يكون مذاقه قوي، لكن يجب إزالة الجلد الموجود فوق. فعندنا دهن، عندنا دهن يؤكل وعندنا دهن لا يؤكل، فهذا الدهن الموجود من فوق نزيله بنفس الشكل. فتاخذوا وقتكم لحد ما تزيلوا كل الجلد الموجود فوق أو الدهن الغير مرغوب فيه الموجود من فوق. ثم نمر لتحضير التتبيلة. بالنسبة للتتبيلة سنحتاج إلى زيت، يمكنكم استخدام الزيت العادي أو زيت الزيتون. نضيف الملح، نضيف الإبزار الأسود أو الفلفل الأسود، نضيف كزبرة أو كزبر بودرة، نضيف فلفل أحمر حلو أو بابريكا. يمكنكم أيضا إضافة الفلفل الأحمر الحار أو فلفل حار على حسب الرغبة. نضيف القليل من الكركم، بودرة الكركم. سنحتاج إلى مكعب من الثوم، فهذا اختياري، لو ما كانش عندكم يمكنكم استخدام بودرة الثوم العادية. أضفت هنا نصف مكعب. ثم نخلط الكل معا. الآن نأخذ الكتف ونبدأ بتتبيله، ونتأكدوا جيدا من وضع التتبيلة في الثقوب بالداخل، فمن كلتا الجهتين، ونضغطوا على التتبيلة حتى تدخل بين الثقوب اللي وضعناه بالسكين. فهكذا أصبح شكله من بعد ما تبلناه بالتتبيلة. الآن سنحتاج إلى ثوم، فأخذنا فصوص ثوم قسمتها على اثنين من الوسط. ثم سنبدأ بوضع الثوم في الثقوب اللي عملنا في اللحم بنفس الطريقة. فهكذا يدخل مذاق الثوم إلى داخل اللحم ويخليه رطب ويخليه لذيذ. فمذاق الثوم رائع مع اللحم ويخفف من حدة اللحم في الأول. سنحتاج إلى بصل، كثير من البصل. هنا أنا استخدم تقريبا كيلوغرام من البصل. نأخذ أول نصف، نقوم بتقطيعه ونضعه في خلاط، ثم نضيف الكمية المتبقية من التتبيلة. ثم نقوم بخلط الكل معا حتى نحصل على عجين. ثم نأخذ نصف ثاني من البصل، نقطعه إلى مكعبات، ونأخذ أيضا تقريبا نصف كيلوغرام من الجزر، نقطعه أيضا إلى مكعبات، ونضعه في طاوة للفرن بنفس الشكل. ثم نضع قليل من البقدونس، أوراق البقدونس بنفس الشكل، ونبدأ بوضع أضلع وكتف الخروف، أو كيف ما قلت يمكنكم استخدام الفخذ أيضا أو أي جزء حبيته. ثم الآن سنضع من فوق
خليط البصل والصلصة اللي حضرنا. فهذا خليط البصل هو اللي يخلي اللحم مرطب جدا جدا، ويخلي المذاق انه يكون خفيف وما يكونش قوي. فمن الاحسن انكم بعد ما توضعوا هالطريقة توضعوه في الثلاجة وتخلوه تقريبا لمدة 3 ساعات الى 4 ساعات حتى يرتاح وتدخل تتبيلة جيدا ويصبح اللحم طري. لكن يمكنكم ايضا وضعه مباشرة في الفرن. مدة طبخ تأخذ تقريبا 3 ساعات، ما بين ساعتين الى 3 ساعات على حسب حجم الكتف. بالنسبة للتقديم يمكنكم تقديمه مع أرز أو مع خضار. هنا أنا أفضل دائما في عيد الأضحى أن يكون اللحم مقدم مع خضار مطبوخة على البخار فقط. أخذت إناء للتبخير ووضعت فيه فقط بطاطس في الأسفل، ثم جزر، ثم بروكولي. هذا فقط هو أحسن شيء يمكن تناوله مع اللحم في عيد الأضحى. فبعد إخراجه من الفرن تقريبا بعد ساعتين، لأنني هنا استعملت كتف خروف صغير، انظروا كيف أصبح اللحم رطب للغاية مثل الزبدة. الآن يجب أن نزيل خليط البصل اللي وضعنا فوق. نأخذ فقط ملعقة أو منديل نظيف ونزيل الخليط، نضعه في طاوة أخرى، ثم نأخذ قطعة من الزبدة وندهن الكتف جيدا والأضلع جيدا، ثم نرجعه إلى الفرن لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة لحد ما يتحمر جيدا. بالنسبة للخضار المتبقية، البصل والجزر والبقدونس الموجود، لا نقوم برميه وإنما سنستعمله لتحضير الصلصة. أول شيء نأخذه القليل من الدقيق، نوضعه في مقلاة ونقوم بتحمير الدقيق جيدا إلى أن يصبح باللون البني، ثم نضيف ملعقتين من الزبدة ونخلط جيدا إلى حين أن نحصل على خليط بنفس الشكل، خليط من الدقيق والزبدة لونه بني بنفس الشكل كيف ما تشاهدوا في الصورة الآن. ثم نأخذ الخضار المتبقية، نضعها في طنجرة، نضيف عليها القليل من الماء، ثم نتركها حتى تغلي جيدا. بعد أن تغلي نقوم بتصفيتها ونحتفظ فقط بالسائل بنفس الشكل، هذا هو لونه. ثم نضيف عليه خليط الزبدة والدقيق اللي حضرنا. فهنا ما تضيفوش الكمية كاملة، فقط أضيفوا القليل بالقليل حتى تحصلوا على الكثافة المطلوبة. نخلط جيدا وهكذا صلصتنا أصبحت جاهزة. نذوق الملح ونذوق الفلفل الأسود ونشوفوا إذا كانت بحاجة إلى تتبيلة. طريقة التقديم دائما وأبدا تبقى على حسب ذوقكم أنتم وكيف حابين تقدموا. أنا قدمت هنا فقط بطريقة بسيطة جدا، فقط مع خضار مطبوخة على البخار ولحم، حتى نستمتع بمذاق اللحم الأصلي. وكيف ما قلت، اللحم يكون في الآخر مذاقه خفيف وليس بالمذاق القوي. الصلصة كيف ما كتشاهدوا صلصة كريمية، يمكنكم أيضا إضافة الكريمة لو عندكم كريمة، يمكن تخلطوها مع هذه الصلصة فتكون رائعة ولذيذة وجميلة جدا. وكيف ما تشوفوا هنا، هذا هو شكل اللحم من الداخل، رطب يتفتت بسرعة، المذاق رائع، صلصة جميلة كيف ما وعدتكم. وكيف ما قلت في الأول يصبح مثل الزبدة. فنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. لو نال الفيديو إعجابكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أكبر عدد من الناس ووضع زر لايك، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. ولا تنسوا تكتبوا تعليقات عن كل الفيديوهات اللي حابين تشوفوها، سواء قبل عيد الأضحى أو بعد عيد الأضحى. فنتمنى لكم يوم سعيد، وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. فنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك، ولا تنسوا أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات، وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. يومكم سعيد. السلام عليكم.